نحن الان في حي العمال. طبعا حي العمال هو احد الجبهات الفاصله بين ابطال الجيش الحر طبعا واحد الاحياء المحرره في مدينه دير الزور الفاصل بين الجيش الحر وعصابات الطاغيه بشار وعصابات هذا النظام. طبعا نحن الان نلتقي مع احد شيوخ هذا الحي ومع احد ابطال الجيش الحر. طبعا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمي نحن هسه بحي العمال. نعم. ان شاء الله. يعني شلونكم انتم هون بحي العمال؟ شلون الوضع ان شاء الله؟ والله الوضع جيد جدا. احنا جماعه مراطين العصابات الاسديه الحمد لله ان شاء الله بشوف ننتصر عليهم باذن الله ان شاء الله. طيب تحدثنا عن الوضع الميداني. والله الوضع الميداني جيد جدا ممتاز. ان شاء الله ان شاء الله بشوف النصر قريب باذن الله تعالى باذن الله تعالى. طيب عمي نحن هسه قنوات النظام يحكون انه دخلوا حي العمال او اقتحموا حي العمال او انهم وصلوا هسه سيطروا على حي العمال بالكامل، ماذا ترد على ذلك؟ باذن الله بشوف هذا الحكي مو صحيح. واحنا قاعدين بالمرصاد وما خرج يدخلوا حي العمال نهائيا باذن الله تعالى. الحمد لله. وطالما في ابطال مشوا بحي العمال مستحيل يخشوها. اذا كما يحدثنا عمنا الان طبعا هو احد الشيوخ. طبعا عمي انت عمرك الان كبير في السن. نعم. طيب ما الذي دفعك للخروج وحمل السلاح الى جانب ابطال الجيش الحر هؤلاء الشباب الذين نادوا وطالبوا بالحريه واسقاط هذا النظام؟ احنا تمنا الحريه بشلون بدنا نردع الاسد ان شاء ونأبى. ان شاء الله بدنا نزيه عن النظام شوف ان شاء ونأبى. نعم. عاجلا ام اجلا. طيب ما هو الذي دفعك الى حمل السلاح؟ حمل السلاح مشلون لانه حكم ظالم. نعم. وحكم فاشل وعم يقتل الاطفال وعم يقتل الشيوخ وعم يقتل هو وعناصره مش شايف اللي فاشلين. نعم. واحنا ما نرضى بهذا الحكم خالص. نعم. بدنا نشيله ان شاء ونأبى ان شاء الله باذن الله تعالى. نحن نرد على عصابات الاسد انهم دخلوا حي العمال. لا لم يدخلوا حي العمال، نحن الان متواجدين في حي العمال. طبعا هذا الحي احد الجبهات كجبهه الموظفين وسواه والزباله وغيره. طبعا عمنا الان حدثنا عن الوضع الميداني يعني وضع ابطال الجيش الحر والهمه عاليه باذنه تعالى. طبعا عمي ما هي معنوياتكم اليوم؟ ماذا توجه رساله لهذا النظام؟ توجه هذا الرساله سوف نزيعه ان شاء وان ابى. ان شاء الله. ان شاء الله. باذنه تعالى. وقاعدين لهم بالمرصاد. ان شاء الله. وما خرج يدخلون حي العمال باذن الله تعالى. باذنه طالما انه في ابطال بحي العمال مستحيل يدخلوها. ان شاء الله. اذا كنا معكم مع لقاء مع احد شيوخ وابطال الجيش الحر وشباب الجيش الحر في حي العمال. كنا معكم من حي العمال. كان معكم أخوكم نضال الحربي لقناة دير الزور الفضاء.